قانون الانتخابات يحرج القوى السياسية ويستنفر مجلس النواب، والحكومة تنفي أي استهدافات سياسية من عملية مكافحة الفساد. البنك المركزي يبحث مع صندوق النقد الدولي دعم السياسات المالية، ومخزون المالية يغطي رواتب الموظفين حتى نهاية العام الجاري. وزارة النقل وشركة الموانئ تطلقان معلومات مضطربة بشأن ميناء الفاو، ومقترح لتأسيس شركة اتصالات وطنية تشغل الرخصة الرابعة للهاتف النقال. لليوم الثاني على التوالي، جهاز مكافحة الإرهاب يواصل عمليات البحث عن مخطوف في محافظة ذي قار، ونواب يرفضون استفزاز العشائر.